رجعنا لكم مع النقد الكبير الاستاذ طارق الشناوي. اهلا استاذ طارق، منورنا. الاستاذ عبد الستار فتحي طبعا رئيس الرقابه على المصنفات الفنيه وازمه فيلم ملوك وآلهة. ليه دايما يا استاذ طارق هناك ازمه كل شويه؟ بدانا السنه بنوح وبننهيها بملوك وآلهة. ليه هذا التضارب بين وفي الوسط كان في ازمات ثانيه؟ طبعا حلاوه روح و و و و و هل حضرتك شايف ان من حق الرقابه لما ترى مغالطات تاريخيه تمنع الفيلم؟ لا، انت عارف ليه؟ لانك انت لو بصيت على 90% من افلامنا ستجد اخطاء تاريخيه ومهنيه وفنيه ودراميه ونفسيه وكل حاجه. فبالتالي الرقابه موضوع الاخطاء ده انا اظن ان هي تلكيكه لاسباب اخرى. ايه الاسباب الاخرى؟ الاسباب الاخرى معروفة، انه مش عايزين يصطدموا بالازهر الشريف. تمام. وزي ما انت عارف كلنا عارفين ازهر بيمنع التجسيد. ولما الوزير وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور قال تصريح ان هو هيعرض نوح برغم اعتراض الازهر وانه مش موافق على قرار الازهر، اول حاجة لما جه وزير وانا حييته الحقيقة قلت له انا سعيد بهذا القرار، بس كنت استنيت شوية لان تاني يوم الصبح راح اعتذر للشيخ الدكتور احمد الطيب تاني يوم في الازهر. فعلا طبعا واخد بالك وخلاص وصلت الرساله. ما تعملوش احتكاك مع الازهر الشريف بدليل فيلم نوح لم يعرض. طبعا هيقولوا لك ما الرقابه موافقه. ايوه، بس كان في تعليمات للموزع انسى الموضوع وقفل وما عرفش نعمل مشاكل. في نفس الوقت كان في فيلم ابن الله اساسا ما جابوهوش، خافوا بقى. قال لك خلاص اي حاجه فيها تجسيد لنبي نجيبه. خلاص في مشاكل فاصبحت معروفه. دي المشكله ان كمان الرقابه بتضطر ان هي بما انها جهاز تابع للدولة ان هي تشوف الدولة عايزة ايه. فالدولة عايزة حاجات كتيرة غلط بالمناسبة. لانه بتبقى ضد الحريات العادة. كويس، بتبقى الاداة هي الرقابة. وهقول لك حاجة اكتر واخطر الحقيقة، واحزنني جدا انه حتى لجنة التظلمات، لجنة التظلمات طوال التاريخ دايما هي بتنتصر. برافو عليك. اخر خط بيدافع عن الابداع، المذنبون في كثير من الافلام. وكان الحقيقه في فترات كتيره كان الاستاذ سعد الدين وهبه هو اللي موجود في التظلمات. حتى ايام خمسه باب وضرب الهوى اللي صدرهم عبد الحميد رضوان وزير الثقافه الاسبق اياميها، سعد وهبه كرئيس لجنه التظلمات وافق على عرض الفيلمين ضد رغبة وزير الثقافة. واخد بالك؟ طبعا ما تعرضوش بعد كده بحكم قضاء اتعرضوا، لكن مش ده المهم. انا عايز اقول لك ان حتى لجنة التظلمات اصبحت تابعة للدولة بدليل ان هي وافقت على مصادرة حلاوة روح برغم رداءة الفيلم. مش دي الموضوع. انا مش هذا الموضوع. لكن هي مشيت ورا ما تريده الدولة. فواضح انه جهاز الرقابة حتى بكل طبقاته، لانه هو الاعلى في لجنة التظلمات وفي حتى المجلس الاعلى للثقافة برضه او امين العام جزء. بيتبع برضه وزارة الثقافة، فكله ماشي في هذا الاتجاه، لانه مش عايزين يخلوا وزير الثقافة يدخل في صراع، وفي نفس الوقت هو مش عايز يبين امام المثقفين ان هو خايف تراجع. فجأة كتب فتح الاصلي لما نزلت المرة دي، فهي نزلت مرة وعشان تنزل مرة تانية كمان انت مش عايز ينزلها. استاذ عبد الستار قول لي وجهه نظرك في كل هذه الاشياء اللي اتكلمت عنها. استاذ طارق كليا وجزئيا مختلف. ولا ادافع عن دوله ولا غير دوله، مش قضيتي. انا بتكلم عن جهاز انا فيه دلوقتي وموجود ولسنوات طويله، والافلام دي كلها مرت عليا. تمام. ونختلف عليها ونتفق ونبدا من الاخر يعني. اتفضل. هذا الفيلم لم يره وزير الثقافه، لما يسالني رايك في الفيلم ايه، انا اللي اتطوعت بعد يومين من المشاهده. تمام. وقلت له الفيلم عندنا فيلم كذا، قال انا عارف بسمع بيه. قلت له الفيلم ده احنا رافضينه لاسباب معينه. وانا استدعيت لجنه اخرى من اساتذه التاريخ علشان الفيلم فيه مغالطات تاريخيه. تمام. المغالطه التاريخيه في حد ذاتها مش قضيتي. تمام. لكن انا ضد ان احنا يعني ان نسيء الى هذا الوطن بدعوى الحريه او باسم الحريه. الحريه دي شيء عبقري، كلنا مع الحريه، لكن ان اسيء الى هذا الوطن لفيلم كل اللي اتكلموا عنه ما شافوش، كل اللي شافوا الفيلم في مصر سبعه
لجنه كنت انا فيها يعني. اثنين ثلاثه اساتذه جامعه واربع رقباء وانا. كل شاف فيلم بس من امريكا بالطريقه الحديثه دي ورجع وما فيش نسخه في مصر اصلا. فبالتالي الفيلم بهذا الشكل. الفيلم الاول شوط الاخر شوط بيحكي عن مصر. محدش قال له نصور في مصر. لكن الفيلم كله مغالطات، يا ريت المغالطات مجانيه. لا يعني الصين لا يشغلها، روسيا لا تشغلها ايران، لكن مصر يشغلها لان واحد بيتكلم عن بيتي انا. واحد بيتكلم عن مصر. واحد بيتكلم عن مصر، عن هذا الشعب المصري الغوغائي في مواجهه هؤلاء المسالمين اللي بيقودهم جنرال اسمه موسى وليس بنبي. ودول واقفين قدام ملك مصر الطاغيه، هم مصرين الغرب وامريكا ان فرعون موسى هو رمسيس الثاني. في اصرار، هم احرار. التاريخ لم يؤكد هذا، لا يعنينا، لكن يعنينا كويس جدا ان هذه المغالطات الثمان تسع مغالطات المهمه الكبيره. اولا يعني قبل الخروج، والخروج دي في مغالطه كمان، هم لم يخرجوا من مصر يعني، حتى يعني موسى لم يخرج من مصر، هو خرج من البحر الاحمر راح سيناء، سيناء كانت تتبع مصر، ومات هو و استاذ عبد الستار. انا يعني هناك مغالطات تاريخيه، احنا مش مختلفين. هو القصد هنا اولا الاستاذ طارق بيقول ما معناه ان ليست مهمه الرقابه انها تقول تمنع فيلم لمغالطات تاريخيه، هو بيتكلم في هذه النقطه اللي هي نقطه مهمه ومحوريه. نعم. او فنيه يعني يعني هذا فيلم روائي وليس فيلم تسجيلي، وبالتالي الفيلم الروائي قد يحتمل انك تقول نظرات حتى لو كانت ايه دور الرقابه يا استاذ خاطئه؟ ايه دور الرقابه استاذ طارق؟ دور الرقابه فقط في ان الفيلم ده يعرض او لا يعرض جماهيريا، وتحدد الكبار عندنا طبعا هم نوعين، عام او الكبار فقط بس. يعني وعادة الرقابة مقيدة بقوانين الحقيقة بتقرأ كما يريدها الرقيب او كما يعتقد، اللي هو حفظ الامن العام والنظام، وفي ناس تعتقد ان حفظ النظام معناها رأس النظام. كان يعني لم يعد الامر كذلك، كان ايام هو بيتكلم على قوانين رقابة يعني. نعم. بتكلم مش على حضرتك دلوقتي، بتكلم القوانين العامة التي تحكم. نعم. الرقابة وكان يعني. دايما محطوطة الرقابة ليه؟ لحماية السلطة. تمام. لأنكم صراحة ما كانش لها دور تاني. تمام. ما بتحميش مجتمع، لأنها لو بتحمي مجتمع كانت هتعمل تصنيف عمري للخمس تصنيفات المعروفة. لا، هم ما بيحموش حاجة. تمام. بيحموا رأس النظام. رأس النظام مثلا مبارك مش عايز توريث، ما تنتقدش التوريث يعني، مش عايز دراما تصل إلى التوريث. فيبقى ما فيش حد يقترب ولو من بعيد لبعيد. حتى فيلم هاني رمزي كان ممنوع، اللي هو كان عازم من الرئيس على مش عارف فرحه وبتاع، برغم انه كان بينافق الرئيس. بالمناسبه لكن كان برضه قرار جمهوري. لم يمنع فيلم. لا لكن عليه مشاكل، وشافوا جمال مبارك عشان يساعد. انا بتكلم في فكره يا استاذ عبد الستار، بتكلم فكره ان اي حاجه تقترب دي ممكن تبقى عامله يعني حتى وهي تنافق الرئيس. طب السؤال يا استاذ طارق، استاذ عبد الستار، هل من الممكن في الزمن اللي احنا فيه ده ان انت تمنع فيلم ملايين بيحملوه في كل حته؟ بل على العكس، ده لما بتمنع الناس بتحمله وتنزله على الكمبيوترات. طبعا. وعلى هل ده ولا السؤال اللي طرحه الاستاذ طارق وهو سؤال مهم، هل هذا لمنع الصدام بين وزاره الثقافه و الازهر في هذا الفيلم؟ ما اعرفش دخل ازاي ودخل ليه، عشان تجسيد الانبياء. لا لم نصل في هذا الفيلم الى تجسيد. ما انت انت خط الدفاع الاول. انا هقول لحضرتك انك انت تلغي الفيلم. لا خدني عشان اعبر. اتفضل يا استاذ ستار. هذا الفيلم تحديدا رايي في اعلنته في موضوع التجسيد. مش حاجه اسمها تجسيد في السينما، في تمثيل في السينما. تمام. فانا قلت ده في 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 تفسيري لفيلم نوح. كنت انا موافق على الفيلم من اوله لاخره. كنت موافق طبعا على رأي موجود، والاستاذ المفروض عارفينه. طب كويس، دي نقطة مهمة يا استاذ طارق، ان هو كان موافق على الفيلم. استاذ طارق يعرف انه موافق. لا، ما هو الرقابة، وكان احمد عواد موافق، وفي رقم طبعًا. كمان قرار الرقابة. بس انا ناسي القرار رقم كام. لكن يعني انما خد بالك، الموافقة اول ما لقوا الازهر في حالة رفض خلاص. بس دي نقطة تحسب للاستاذ عبد الستار بقى، بغض النظر، لان يا استاذ طارق كلنا نعلم من الاول
ان الازهر هيرفض، لكن هو الراجل وافق واحمد عوض وافق. وانا مصر الازهر اللحظه التاريخيه اللي توافقت عليها الرقابه على نوح كان لسه الازهر ما ما ما, ما قدمش قوته لسه، ما قالش نحن هنا. هو بعد نوح قال نحن هنا واحنا بدانا النهارده. اوكي طب اتفضل ايام صبر عرب. اتفضل يا استاذ عبد الستار. اوكي اوكي انا بتكلم عن 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 حدود الرقابه عن حدود هذا الجهاز. تمام. بالعكس كان في 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 نوح شوت صغير قبلة انا رجعتها، الزملاء شايفينها شايف انها في السياق العام مفيش فيها مشكله. تمام. بحذافيره كما هو. تمام. ورحت للوزير السابق مرتين علشان ليه الفيلم ما بينزلش؟ ليه الفيلم في الدرج عندي يعني؟ تمام. ماليش دعوه بالحسابات والتوازنات، انا بتكلم عن شغلي عن الرقابه. تمام. الفيلم ده تحديدا لما جه استاذ طارق وانا وقلنا قبل كده ما جاوش يقول هنصور فيلم الخروج في مصر. قالوا عن الجاني بالظبط الاخ اللي اسمه شريف ده اللي هو بيمثل شركه فوكس معينه علشان نعمل عايزين نعمل المخرج الكبير ريدلي سكوت هيصور فيلم في مصر، فيلم مناظر جميله عن النيل تحديدا كده، وجاب لي 10 شطات عندي موجودين 1 2 3. هناخد شوط للنيل. فندم معلش في على الهوا دلوقتي صوره موافقه الرقابه على فيلم روائي اخراج ريدلي سكوت، فيلم روائي مش فيلم تسجيلي ولا حاجه. مين ده يا فندم؟ اهو اللي هو ايه؟ اهو 134 رقم القرار، فيلم روائي اخراج المخرج الكبير ريدلي سكوت. اسمه ايه؟ ده مين اللي مضى على الفيلم؟ هو ده هو ده الفيلم. هو الفيلم ده ما جاش ليه؟ ما جاش الرقابه. لا ده جه الرقابه معانا المنتج كمان. مين تاريخه كام؟ تاريخه كام؟ استاذ هشام سليمان يا استاذ معلش. استاذ هشام. اي فندم معاك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ مساء الخير يا دكتور، ازاي حضرتك؟ ازيك، معاك الاستاذ عبد الستار طبعا فتحي رئيس الرقابه، ومعانا الاستاذ طارق الشناوي. استاذ طارق ازيكم؟ اهلا وسهلا استاذ هشام، قول لنا رايك في هذا الموضوع، هل انتوا تقدمتوا للرقابه بموضوع فيلم روائي عن فرعون الخروج او عن سيدنا موسى اخراج ريدلي سكوت كما هو؟ هما بيقولوا انتوا تقدمتوا بطلب شويه شطات لحاجات عن السياحه في مصر وهذا من هذا القبيل يعني. يعني طبعا الكلام ده عالي تماما صح. اسمح لي ابتدي كلامي ان انا ابتدي مع حضرتك احكي لك القصه من الاول. اتفضل. احنا لما جالنا الفيلم كان الفيلم زي ده يتصور في مصر في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده كان حاجه مهمه جدا. تمام. وكان عندنا قناعه تماما ان احنا لو عرفنا نجيب الناس دي في مصر احنا بنجيب العالم كله، ان احنا مصر فيها ناس محترفين يصوروا فيلم زي ده، احنا اقوى من المغرب بكتير. احنا ده اللي بنحاول نعمله من اكثر من حوالي 15 سنه مع استاذ يوسف شاهين. فالنهارده لما يجي لنا فيلم زي ده كان مفاجاه بالنسبه لنا، ان الناس طلبوا انهم يجوا لنا في مصر. هم لما جونا في مصر كانوا عايزين يصوروا في النيل، فتقدمنا للرقابه على المصنفات الفنيه وقلنا لهم الجواب اللي عند حضرتك بتاريخ 26/3 عشان استاذ عبد الستار بيسال تاريخ كام، الجواب ده بتاريخ 26/3 وخد موافقه على الرقابه للمصنفات رقم 134 اللي على الشاشه ده. فيلم تمام. الفيلم الخروج بتاعنا اهو واخد موافقه ب 26/3 سنه 1926/3 رقم 134. تمام. كان ساعتها رئيس الرقابه هو الاستاذ احمد عوض. بقول الموضوع ازاي لو حضرتك يا استاذ ويقروا ايه المكتوب بالظبط. المكتوب بالظبط الفيلم يعني اللي هو ملخص فيلم بالملي، يعني هتلاقي ان احنا بنقول ان هم يدعون ان فرعون هو الله ويدعون ان كذا، وفي فتى اسمه مش عارف مين ليوسف، والفيلم سنه 1300. انا يا ريت حضرتك تقربوا شويه او حد يقرا لنا على الهواء الكلام ده قدام الناس كلها. ولو عندي هنا معايا ثانيه واحده هقراه، ثانيه واحده هقراه يا بيه. بس على الهواء يا فندم، انا مع حضرتك. فيلم الخروج للمخرج ريدلي سكوت، القصه التوراتيه ذات ابعاد مروعه، قصه غير عاديه من سقوط ثم ارتفاع سيدنا موسى العمه الملكية ان ابنه العاشق المخطب. ده القصة في ممفيس في مصر سنة 1300 قبل الميلاد. العداوة بين المصريين للامبراطورية الحيثية جارية. نجتمع ابن عم الملك رمسيس ابن الله تعالى كما يسمونه الفرعون سيتي وموسى الذي يؤكده التاريخ الغامض في رحلة الحياة المتغيرة. موسى يتطوع بنفسه الى السفر الى جوشين واميونج تحت قيادة من فرعون العم، وهنا يلتقي عالم بين العبيد الذي يكتشف قصة مذهلة اسرار موسى والبدايات الحقيقيه. وقد نجح رمسيس الوصول الى عرش مصر حتى يبدا الله سبحانه وتعالى سقوط موسى مع اسرار الماضي. كشفت ان قصر موسى هو من دفع هو دفع الياس في المنفى ليله العاصفه البريه وويلات على جبل سيناء، ومن ان موسى اول موجهات
هذا الفتى الذي اتضع فيما بعد نزول الوحي الى موسى من الله في ذروه الاحداث موسى ورمسيس يتحدون بعضهم مناصل الى سفك الدماء. رمسيس يامر موسى في العبريه الى في العبور الى المنفى من الارض. الان موسى يبدا رحله ملحميه الى ارض كنعان، المشهد الاخير من الترقب والخوف على مصير شقيقه. ده بتاريخ 26/3/134 الاستاذه رشا ابراهيم هي اللي مستلمه التصريح. على اليمين ده وزاره الثقافه، واللي على الشمال ده رقابه على الصنافات الفنيه، وفي النص حد ماضي بس دي فورمه انا مش واخد بالي من الاسم اسمه ايه، بتاريخ 26/3/2014. اوكي ما كنتش موجود انا في التاريخ ده، مش هدافع عن حد عن احد الدوله. اوكي انا بتكلم عن اللي جالي انا. تمام. انا مش سامع كويس بس حضرتك اقول له بس. اتفضل حضرتك كلمه. اللي جالي استاذ هشام اسمع استاذ عبد الستار. اللي جالي انا طلب 10 شطات بتاريخ 29/5، 10 شطات يتصوروا في مصر، فوافقت عليهم لانهم صور جماليه زي ما قال. كل الحكايه خلاص استاذ عبد الستار ما عندناش احنا ده في شهر 3 الصور الجماليه دي مش تبعي انا، ما اعرفش حضرتك بتتكلم عن ايه. بيقول ايه؟ بيقول لك انا حضرتك الصور الجماليه دي مش تبعه، وهو الشركه المنوطه عن ريدلي سكوت او الشركه الامريكيه فوكس. فبيقول لك حضرتك بتتكلم على حاجه مش تبعه، هو ما عمره ما قدم حاجه عن شطات جماليه ولا يعرف اي حاجه، هو ده اللي قدمه وهو ده اللي خد على اساسه اذن من وزاره الداخليه. هو ده السيناريو اللي انت قدمته الورقه دي ولا قدمت سيناريو؟ لا يا فندم ما قدمش سيناريو. قدمت سيناريو؟ ما قدمش سيناريو، هو ده الورق اللي قدمه واللي توافق عليه. وقالوا فيلم روائي خيالي وكل حاجه، قالوا كل حاجه. اوكي حتى برضه ياسر دفاعا عن احمد، ده مش سيناريو اولا. انا بتكلم عن التجربه اللي انا اللي جات لي انا، وانا لو اعرف انا هجيبها او ممكن ابعتها بالفاكس للاستاذ مدحت. هو بيقدموا سيناريو الفيلم المفترض؟ طبعا. لما جه ازاي صوروا ده؟ يبقى في الدوله متسيبه. اتفضل يا استاذ هشام. طب استنى يا استاذ بس يصور ازاي صور؟ نسمع الاستاذ هشام بس. اتفضل يا استاذ هشام. معلش حضرتك وانا حاجه، قرار اللجنه الوزاريه لحد ما ازمه تسجيل الافلام الاجنبيه في مصر، القرار ده كان اجتمعت في اللجنه الوزاريه دي استاذ محمد ابو سعد رئيس قطاع مكتب وزير الثقافه ورئيس صندوق التنميه الثقافيه، واستاذ كمال عبد العزيز رئيس المركز القومي للسينما، واستاذ احمد عواض رئيس المركز رئيس الرقابه على المصنوعات الفنيه، واستاذ خالد عبد الجليل مستشار الوزير، والاستاذ خالد يوسف المخرج المعروف طبعا. دول اللجنه دي قررت الاتي: نمره واحد، عدم التعامل مع الفيلم الاجنبي كنظيره المصري والحصول في موقع كامل على ذكر فيهم. اتفضل يا استاذ هشام. كررت ايه اول كلمه؟ عدم التعامل مع الفيلم الاجنبي كالتعامل مع الفيلم المصري فيما يخص ايه؟ والحصول على موافقه كامله على اجمالي السيناريو، بل يتم عرض ملخص السيناريو فقط بالاضافه الى اجمالي المشاهد التي تم عرض تصويرها في مصر. تمام. يعني هو دلوقتي اللجنه التي اجتمعت، بعد اذنك استاذ هشام، اللجنه اللي اجتمعت قالت اللجنه دي في اطار ايه؟ في اطار وزاره الثقافه. ماليش دعوه انا بتكلم عن الرقابه بس. الاستاذ احمد عواض رئيس الرقابه. لا احمد عواض ده في السينما المركز القومي. لا احمد هنا دوره هنا كعضو في لجنه السينما. ثانيه واحده يا فندم. لا مش علاقه بالسينما. احمد عواض ثانيه واحده. احمد عواض كان رئيس الرقابه على المصنفات الفنيه في حين مظبوط يا دكتور. تمام. والاستاذ كمال عبد العزيز رئيس المركز القومي للسينما، الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافه، نعم رئيس لجنه السينما خالد يوسف، وخالد يوسف رئيس لجنه السينما والمخرج. فالناس اجتمعوا وقالوا ان احنا لن نعامل تحت مظله الدوله، تحت مظله ما وزاره الثقافه اهو. ايوه هذا كلام ترجم لقوانين ولا لوائح استاذي، يعني واحنا قاعدين في قاعده ممكن نقترح اي حاجه. مش اقترح قرار استاذ عبد الستار. قرار الدوله تبقى فين؟ قرار ايه؟ هو القرار بيطلع كده؟ ممكن اكمل يا دكتور؟ هم قالوا معلش يا دكتور اكمل بس. اتفضل يا فندم. اتفضل. ده القرار الاولاني. هالقرار بقى بيسال الاستاذ عبد الستار، هذا القرار صادر من اللجنه دي بصفتها لجنه منوط عن الدوله بهذا القرار عن وزاره الثقافه؟ طبعا طبعا. اتفضل. تحت مظله الدوله ايام صبر عرب بس. اتفضل. ان شاء الله تبقى ايام فرعون. اتفضل يا استاذ هشام. تفضيل كده يا فندم، تفضيل كده يا دكتور مدحت. انا خدت التصريح بتاعي فعلا في رقابه مصنفه فنيه بعد 48 ساعه والمركز القومي للسينما برئاسه الدكتور كمال عبد العزيز الثاني مشكورا. جواب احكي للجمرك، والجمرك هو كمان الجمرك خرج لي كل المعدات بدون تفضل. فده بالنسبه لحاجه كبيره جدا، لان مصر كانت مشكلتها في التصوير الاجنبي خطاب الضمان والرقابه على المصنفات دي بتقعد ثلاث اشهر، والخطاب الضمان بيدفعهم 50% و60% على قيمه المعدات. فانا بقول لحضرتك ان القرار ده تفعل فعلا، اللجنه دي تفعلت خطابها فعلا وخرج المعدات بتاعتي، خرجت بعد 24 ساعه كويس خط الضمان، والمعدات كلها دخلت مصر. هايل.
ده بحد ذاته انتصار يعني. تمام. انتصار رهيب. انتصار ملوش حل. تمام. وبعد كده دفعنا لنقابة المهن التمثيلية ودفعنا عند حضرتك كل تصريح يا دكتور مدحت. تمام. بعدين حضرتك يا دكتور لو هيجيبوها لنا على الهواء الكنترول لو سمعنا يجيب لنا على الهواء ده الاولاني الرقابه، نمره اثنين هيجيب لي نقابه المهن الاجتماعيه التصريح بتاعها. او في بيان مواقع وفي عندي بيان مواقع التصوير كلها بالتفصيل وزاره الداخليه. وزاره الداخليه كل حاجه عندي هنا. صور ايه يعني؟ صور السيناريو ده ولا صور الشطات اللي انا بقول عليها؟ لا مش انت بتقول عليها. لا صور ايه؟ صور الفيلم هنا في مصر. طب يكمل استاذ هشام وبعدين نسال. اتفضل يا استاذ هشام. ما يمشي السؤال ده الاول. احنا معانا كمان يا جماعه، معلش يا استاذ هشام ثانيه، ده معانا كمان الاستاذ كمال عبد العزيز على التليفون. عظيم. استاذ كمال مساء الخير دكتور مدحت. ازاي حضرتك استاذ كمال؟ كل سنه وانتم طيبين جميعا. كل سنه وانت طيب يا استاذ كمال. قول لنا معلش، احنا هناخد من هشام استاذ هشام الميكروفون ونخليه معاك انت بقى. قول لنا انت كنت في هذه اللجنه اللي كانت مسؤوله عن تغير مهم جدا من وجهه نظري وممكن استاذ طار واستاذ عبد الستار في الفيلم الاجنبي لو يعامل كالفيلم المصري، يقدم ملخص الفيلم، نطلع الكاميرات والمعدات بسرعه، وان ده هيساعد على الترويج في ان احنا نصور في مصر بدل ما نصور في المغرب. قول لي اللجنه دي كانت تحت مظله ايه يا استاذ كمال؟ هقول لحضرتك حاجه. اوكي اتفضل. الو اتفضل يا استاذ كمال سامعينا. هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. اتفضل. مفيش اي مخرج سواء مصري او اجنبي يحط الكاميرا في الشارع ويصور الا بوجود تصريحات امنيه. تمام. مفيش فيلم بيبتدي تصوير الا لما يبقى فيه موافقه رقابه. تمام. فاي سيناريو بيتقدم الاول خطوه للرقابه ياخد موافقه رقابه. وبعدين موافقه الرقابه دي بالنسبه للفيلم الاجنبي بيقدموا لستة باعضاء فريق التصوير. فريق التصوير ده بيروح للجهات الامنيه عشان لو في اعتراض على اي اسم منهم، في حد ارهابي، في حد مطلوب، في حاجه بيعترضوا على اي حد او ما يعترضوش يقولوا اوكي. تمام. بيروح النقابه، النقابه بتدي له جوابات للجهات الامنيه. كويس. ان الفيلم ده توافق عليه رقابيا والامن وافق، ارجوكم وافقوا لنا على اماكن التصوير 1 2 3. تمام. لما بيجي بنصور شركه الانتاج بتبلغ الجهه المنطقه اللي بتصور فيها المسؤولين عن الامن. بيبقوا معاهم مرافقين ليهم. تمام. عشان يحموهم ويعرفوا يصوروا. عشان يعرفوا يصوروا ويأمنوهم وكل حاجه. كويس. الغريب ان بيان وزاره الثقافه هيقول لك ان الفيلم ده اتصور خلسه. اتصور ايه؟ ده اهانه للسلطات الامنيه والسياديه في البلد، لكنهم مش عارفين ايه اللي بيحصل. عين الواقع دي مهينة. ان الناس دي مهينة. ان الجهات الامنيه كانت عارفه خطوه بخطوه ايه اللي بيحصل. خاصة مخرج محمد ريدلي سكوت يعني مش مهين. العكس والعكس مهين ليه؟ كل حاجة تخش حد يصور انت. وامنوا الفريق العمل، وامنوا فريق العمل ده الامريكي الضخم جدا اللي كان موجود لغاية ما خلص شغله وغادر البلاد. ده تصريح يا استاذ كمال، ده تصريح وزارة الداخلية اللي موجودة على الشاشة بالاذن بالتصوير. لا ده قبل المهن التمثيلية. ده المهن التمثيلية، اسف. ممكن ازاي يطلع بيان من وزاره الثقافه يقول لك اتصور خلسه؟ تمام. وبعدين بيطلع حد من الرقابه مع فريق التصوير يحضر التصوير. في حد طلع مع فريق التصوير؟ ما حدش. الفيلم طلع اتصور في مصر، خرج من مصر ازاي الفيلم؟ خرج من مصر ازاي؟ من خلال بيانات عن الرقابه ازاي؟ المركز القومي اديت موافقه رقابه للفيلم يتصور. استاذ انا اديت موافقه الفيلم يتصور. ايوه الرقيب الرقابه مش انت. ايوه يعني سيناريو ريدلي سكوت اتصور في مصر. الموافقه اللي اتعرضت من شويه، السيناريو اتصور في مصر يا استاذ كمال. الموافقه بتصوير الفيلم بالتفاصيل اللي كتبها. السيناريو اتصور في مصر في الانتاج. نعم. السيناريو اتصور في مصر اجزاء منه يعني 10 دقائق بس اللي اتصور في مصر. اللي هم ايه؟ بقيه الفيلم اللي اتعرضوا عليك اللي هم ال10 لقطات. لا ال10 لقطات انت قلت دلوقتي ده حاجه تانية. ال10 اللي هم عندي تانية. انا ال10 لقطات. أيوة. اللي هو اللي صار بالمنطاد من فوق. أيوة. للنيل وابو سمبل مع الاستاذ هشام سليمان بيقول لك تفصيل. أيوة. اتصور 10 في 10 مشاهد. ايوه صح 10 مشاهد. بس انا بفهم هعرف ارد. أيوة. استاذ هشام بعد اذنك بس ثانيه واحده. استاذ هشام انتوا المشاهد اللي اتصورت اتبعتت المشاهد اللي اتصورت اتبعتت بشكل تفصيلي للرقابه وافقت عليها وابتديتوا التصوير؟ ايوه يا دكتور، المشاهد اللي بيتكلم عليها دكتور استاذ عبد الستار موجوده.
اللي هو المشاهد اللي تم تصويرها في مصر يا استاذ عبد الستار اتبعتت بشكل تفصيلي متوافق عليها وموجوده في الفيلم ودي اللي تم تصويرها. ما دي اللقطات اللي هي مش مالهاش علاقه بالفيلم اللي بيقول عليها من الاول. لا يا استاذ عبد الستار معلش حضرتك انت خدت في رقيب حضر معاك تصوير؟ انت عرفت ازاي ان دي مش هي اللقطات اللي في المقطع؟ الاستاذ الاستاذ هشام دي مش اللقطات. في رقيب حضر معاك تصوير؟ لا ما عنديش حد رقيب حصل التصوير. طيب خرجت النسخه ازاي من مصر؟ خرجت احكي لحضرتك يا دكتور يا استاذ عبد الستار انا بحكي لحضرتك مفيش فيلم يخرج مصر من غير الرقابه. لا يا فندم لا يا فندم ازاي؟ بيحصل كالاتي يعني الجواب اللي انا باخده بيتكتب فيه كالاتي مع العلم حضور رقيب بالتصوير لو اتكتب كده بجيب رقيب لو ما اتكتبش كده ما بجيبش رقيب دي حاجه معروفه ده بديهيه ده لو بيتكتب على التصريح حضرتك انا عندي تصريح من عند حضرتك رقيب بيجيب رقيب وما كتبش هو. انت صورت وخرجت النسخة عن طريق المركز القومي ولا عن طريق الرقابة؟ عن طريق المركز القومي للسينما. ما وزارة الثقافة برضه يا استاذ. لا لا انا بتكلم عن الناس. طيب انا معانا كمان الدكتور محمد العدل عضو جابة الابداع يا دكتور. انا بعد اذنك انا داخل اجاوب على سؤال انت سألته ومحدش جاوب عليه اللي هو هذا القرار اتاخد تحت مظلة ايه؟ انت سالت السؤال ده اللي هو خالد يوسف واللي هو اللجنه اللي اجتمعت. انا كنت حاضر هذا الاجتماع اتفضل. انا كنت حاضر هذا الاجتماع وهذا الاجتماع كان لجنه وزاريه فيها 9 وزراء كان فيها الدكتور زياد بهاء الدين كان فيها الدكتور اشرف العربي كان فيها وزير الماليه كان فيها وزير الثقافه كان في 9 وزراء كانوا موجودين تم اتخاذ قرارين مهمين يوميها اللي هم القرار الاول هو توحيد شباك لكل الاعمال اللي هو ما يسمى بالشباك الواحد بحيث ان اي منتج يحب يصور يروح يدخل ياخد كل تصاريحه من شباك واحد وكان هذا الشباك لسه هذا الامر اوكي لا المركز القومي للسينما. تاني حاجة انتوا سامعيني ولا مش سامعينك يا دكتور اتفضل سامعينك يا دكتور اتفضل اتفضل يا دكتور سامعينك. طيب تاني قرار اتاخد اللي هو ان لا يعتبر الفيلم لا يعرض الفيلم على يعني الرقابة تاخد فكرة عن الفيلم لكن مالهاش دعوة غير بعد الفيلم ما يتصور سواء توافق يعرض او لا يعرض ده القرار اللي اتاخد ان ما يتقدمش سيناريو يتقدم مجرد فكرة عن الفيلم ويصوروا وياخدوا بعضهم واما يجي الفيلم نفسه بعد الرقابة توافق عليه او ما توافقش لكن دول قرارين اتاخدوا في لجنة وزارية فيها دكتور زياد بهاء الدين ساعتها وكان رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء كان نائب رئيس الوزراء بالظبط نائب رئيس الوزراء اللجنه الوزاريه مع 9 مع 8 وزراء كمان موجودين ومع اللجنه دي وبالتالي ده كان المظله اللي انت سالت عليها الكلام ده طلع تحت انهي المظله. شكرا يا دكتور شكرا جزيلا. انا بس ده انا بس بوضح النقطه دي ان مش دول قعدوا مش الناس دي قعدت مع بعض وطلعت قرار لا دي لجنه وزاريه خاصه بحل مشكله السينما عشان كنا بنتناقش في فكره التصوير داخل مصر والتصوير خارجي. شكرا يا دكتور شكرا جزيلا. استاذ كمال تحب حضرتك تضيف شيء؟ انا بس كان يعني من ناحيه بعيد عن الاجراءات هذا كان نفسي ان الفيلم ده يتعرض ويحصل عليه ندوات ويحصل عليه نقاشات ويحصل عليه نقاد الشرفاء يطلعوا كل الاخطاء اللي فيه ويحصل حوار ديمقراطي سياسي تاريخي ليه قيمه. احنا مش شعب قاصر عشان تقول لي تتفرج على ده وما تتفرجش على ده. ما الفيلم ده زي ما حضرتك قلت هينزل من على النت كل الناس هتنزل من على الانترنت. اشكرك يا استاذ كمال على هذا الاقتراح. استاذ هشام عايز اضيف كلمه اخيره بس. اتفضل يا استاذ هشام. بالنسبه للرقابه والفن والرقابه عموما هو في اعظم من ربنا سبحانه وتعالى؟ لا طبعا. طب ما ربنا سبحانه وتعالى لما ينزل في القران ان فرعون بيقول انا ربكم الاعلى. في حد في يعني لو انا ربنا استغفر الله العظيم كنت شلت كلمه انا ربكم الاعلى من القران، لكن ليه هو حط لنا انا ربكم الاعلى في القران؟ عشان يعرفنا جميعا ان خلاص في حد بيقول انا ربكم الاعلى فيقول له خلاص انت ربنا طب هنبعت لك حد يهديك ويعمل ويعمل فن، لكن لو هو لو كان شلت كلمه انا ربكم الاعلى من القران ما كناش احنا عرفنا جبروت فرعون.
استاذ هشام اشكرك شكرا جزيلا على المداخله القيمه. ناخد تعليق من الاستاذ عبد الستار وتعليق من الاستاذ طارق. هذا القرار اللي انا شايفه الجميل وتقدمه جدا للناس الرقابه بدليل ان احنا ما بنشتغلش عليه. يعني حضرتك مع هذا القرار؟ مع جدا مع جدا تمام. انا انا سعيد ان حضرتك مع هذا القرار واحنا زعلانين ان قرار تحت مظله الدوله نائب رئيس وزراء وتسع وزراء منهم وزير ثقافه حتى لو لم يكن موجودا ومنهم رئيس رقابه كان حاضر وده لا يصل الى الرقابه ولا يتم العمل به. ما اعرفش كان هو ساب الرقابه ولا لسه لكن كان حاضر ماشي. معنى كده يا جماعه ان احنا بنعمل لجان زي ما بنقول عايز تموت او اي موضوع اعمل له لجنه كمل طبعا. وبالتالي ده كلام جديد خالص يعني يعني كنا رايحين نفسنا من الحكايه دي كلها واي واحد لان انا كان لان من شهر 6 من شهر 6 7 اللي فات جات لي بعت لي وزاره السياحه فيلم لتوم هانكس هيصور ثلاث مشاهد في مصر والشركه جت وبعت معاها رقيب حضر هناك قلت له عايز سيناريو كامل قبل السيناريو كامل 99 مشهد صور ثلاث مشاهد في على بعد 50 كيلو من شرم الشيخ بسبب بحر وكان الرقيب كان موجود وقرينا السيناريو كله ثلاث مشاهد عن بنت عربيه من السعوديه قابلها وكان وكان السيناريو جيد بشهاده الرقباء وراح امريكا الراجل بعت لنا شكر من هناك توم هانكس يعني والا احنا كنا طبقنا عليه هذا الكلام طلبنا منه السيناريو كاملا جاب السيناريو كاملا تمام وبالتالي الكلام ده بالنسبه لي جديد تماما وحضرتك اول مره تسمعه واضح يعني ده مش ده يعني انا ده والمفاجاه كمان ان كان في وزير حاضر صبر عرب ورئيس رقابه حاضر يعني دي مساله في خلل في الدولاب اللي عمل انا ما اعرفش فيه في حاجه في التوصيل سخيفه لا انا موافق حضرتك تماما وغير عاديه طبعا وغير عاديه انا علاقتي وما اعرفش كمان ان السيناريو ان الورقه دي حتى دخلت في عهد دكتور احمد لان لما جبت ملف الفيلم اللي عندي ملف كاملا ده اللي عرفته كانش فيه الورقه دي في هبعت لك على الفاكس بوك موافقته هو طلبهم وموافقتي عليهم وانا قايل ان هذه مشاهد جميله ولا مانع من تصويرها تمام مفيش حاجه مفيش كلمه خروج حتى الخروج مش موجوده يعني المهم طب ممكن يا ريت دكتور احمد عواضي يخش معانا في المداخله ما احنا حاولنا نطلبه الحقيقه ما اعرفش الدكتور عواضي بس حضرتك طب ممكن تفسر لي يا دكتور ايه حكايه ان ورقه تبقى موجوده معانا ومش موجوده ما قدموش لحضرتك هذه الورقه وانت رئيس الرقابه انا الملف جالي انا ما جالي شهر 5 كنت انا في الرقابه تمام اللي جالي الاخ اللي جالي اتصورت واحد جاي لي جديد بيقدم شغل جديد تمام بيقدم عن مشاهد فنيه لا انا فاهم حضرتك انا يعني اللي حضرتك قلته انا فهمته انا بقول ايه تبرير حضرتك كرئيس الرقابه كنت سعيد ان ريدلي سكوت هو اللي بيخرج لا انا عن نفسي مجالي الراجل عارف طبعا كلنا انا متاكد انا بقول ازاي يبقى في ورقه انا موجوده عندي دلوقتي وماضي عليها ممضيه في الرقابه ولما يجوا يقدموا لحضرتك الملف ما تبقاش الورقه دي موجوده حضرتك اتفاجئت بيها على الهواء دلوقتي هبعتها لحضرتك ساعه مروح مباشره لا انا ليه يعني ازاي ورقه عشان يبقى عندك ورقه زي الورقه لا دي لا ليه الورقه دي انا مش انا وده هسال بكره عليها طبعا يعني هسال يعني هل دي هسال الموظفين زي لما تسال كارثه بكل طبعا طبعا والدوله اتورطت وطلعت بيان بيان بتقول تم تصوير خلسه في دوله ما يبقاش عندها قبل التصوير خلسه نقول ازاي قرار زي ده سابق ب 100 خطوه واحنا ولم يطبق لا ده يبقى الخطا عندكم الخطا عند وزاره الثقافه طبعا. عند الوزير الحالي ازاي الوزير الحالي لم يعلم بده ودي طبعا مشكله ثانيه لا ده عذر اقبح من ذنب الدوله اضطرت تطلع بيان بتقول تم تصوير خلسه في حين ان التصوير تم بعلم الدوله والجهات الامنيه والنقابات الفنيه ووزاره الداخليه اللي بتحمي ده يعني والامن تمام وكله تمام دي انا رايي الشخصي ان دي في حد ذاتها تدين وزاره الثقافه ادانه كامله انها لا تدري ماذا حدث وتسارع باصدار بيان بيقول لك التصوير خلصه وتبرئ اسحاقها لا لا لانه ما جاش ليا كلمه خروج ما جاش ليا الملوك خالص كلمه خلصه هنا تعني الاستاذ لا لا ما جاش ليا كلمه خروج وبالتالي لما الفيلم اتصور قلنا خلصه ليه استاذ عبد الصمد ما قالوا خلصه ليه الدوله دي نايمه لان فيلم ثاني غير المشاهد اللي جات لي استاذ عبد دي دوله نايمه دوله مش واخده بالها استاذ عبد الستار حضرتك لم تصدر البيان صح؟ لا طلع قرار لحمايه الوزير طلع قرار ازاي؟ التصوير ده ان احنا غير مسؤولين والتصوير ده خلصه
واخد بالك؟ ودون ان يعلم ان تصوير انا طلعت قرار رفض الفيلم ده كله انا عملته. لا بعد كده طلع بيان من الوزاره. لا ما انا بقول لسه مسؤولا عن البيان مش كده؟ ده الدوله الوزير مش هتكلم انا عن البيانات. انا شغلني الفيلم نايمة. انا الفيلم لما بقى فيه فيلم لما دعيت ان اشوف الفيلم انا كنت رايح اشوف فيلم لم نرى لم نقرا السيناريو بتاعه ومش عارف اتصور فين وازاي. طب خليني واعتبرته وقلت اول كلمه هذا فيلم جاهز تصنيع جاي من بره. استاذ عبد الستار خليني بس الخص بسرعه اللي بيحصل. يعني في بيان طلع من وزاره الثقافه حضرتك لسه مسؤولا عنه. انا مؤكد مكتب الوزير هو اللي طلع. بس انا بتكلم استاذ عبد الستار بس انا مش عايز انكر مسؤوليه تضامنيه. لا انا موظف في هذا الجهاز مش عايز انكر مسؤوليه تضامنيه. انا لا اخذ من المركب. انا لسه هاخذ من المركب. لا انا ما قلتش رايك تقفز من المركب ولا حاجه. ولا عايز تعني الكلام ده اصلا ولا عايز حد يقفز من المركب ولا حاجه. انا بتكلم بمنتهى البساطه تلخيصا. هناك لجنه وزاريه برئاسه نائب رئيس الوزراء اصدرت قرارات مهمه في صالح السينما وصالح البلد. لم حضرتك ما عرفتهاش طبعا ولا عرفتها دلوقتي. تمام. ولا وزير الثقافه اللي جه دكتور جابر عصفور عرفها. ما عرفهاش. انا واثق انه ما عرفهاش. هناك كارثه. اصبح من ذنب. هناك كارثه صح في هذا من وجهه نظرك. ده كارثه طبعا. تمام. ثم هناك فيلم حضرتك تعلم ان هو جالك من بره فانت ما وافقتش عليه كرقيب او رئيس الرقابه. ثم اكتشفنا بعد كده ان الفيلم ده متصور بعلم السلطات المصريه. فوزاره الثقافه طلعت تقول خلسه. حضرتك قلت انه خلسه لانك ما تعرفش اصلا انه متصور بعلم الرقابه. ايوه. خلاص كده وصل كده صح بالظبط. واضح استاذ طارق. دي جريمه. يعني جريمه اللي بيحصل ده معناها دوله وزاره الثقافه مش مدركه اللي بيحصل. وبعدين في وزير ثقافه او وزارة الثقافة طلع بيان وهي ما عندهاش اوراق. لازم يبقى عندهم اوراق ووثائق عشان يطلعوا بيان يتكلم على خلسه. فده اتهام. ما عندوش هذا القرار اللي وصل. ما عندهمش كلمه خلسه دي اهانه للدوله. اوكي اهانه للدوله. لا ودافع عنهم طبعا. لا في حاجه في التوصيل في قناه التوصيل. في حاجه في الباص يعني كلها. اللي قاله الوزير الحقيقه او البيان اللي صدر من وزاره الثقافه يحمل اهانه. يحمل اولا عدم درايه بما يجري حاله غيبوبه كامله. الجزء الثاني ان هو بيهين الدوله المصريه اللي بتسمح بالتصوير على ارضها سداح مداح ولا واخده بالها ايه اللي بيحصل وشريط بيخش وشريط بيطلع. فالحقيقه دي مساله. لا يعني سيبك بقى من رفض الفيلم وموضوع الازهر الشريف وتجسيد الانبياء كل ده مش موضوعنا. احنا امام كارثه متكامله الاركان لوزاره الثقافه في حاله غيبوبه. لا تدري ماذا تفعل. طيب انا بتكلم عن الشق الخاص بالرقابه. اتفضل. في رايي إن, ان ان وزير الثقافه الحالي او اي وزير ثقافه اخر مصدره عن تصوير الفيلم ماليش دعوه بمصادره عن المركز القومي عن الرقابه. الى الفيلم القومي هو تابع للوزير برضه. ما انا عارف. دي مش قضيتي يتكلم عنها المركز القومي وليد سيف او كمال عبد العزيز. استاذ كمال عبد العزيز بتكلم عن الجزء اللي عندي. الجزء اللي عندي جات لي مشاهد سمعت انه صور بمنطاد ده وسافر دون ان يمر علينا. فقلنا فين؟ سالت فين يا اخوانا اللي اتصور؟ قال هو ما طلبش ما خدش حد معاه وصور ومشي من مصر. لانهم ما طلبوش. اوكي اوكي. ما انا اوكي. انا مش معايا ورق عشان اتكلم. الورق كان واضح. اوكي. وبالتالي لما الفيلم جه انا سمعنا زي كلنا ما سمعنا بعدها بشهر ولا حاجه ان المشاهد اتصورت في مصر. الراجل خدها عمل جرافيك للفيلم اللي عنده هناك. وانا لما قريت النهارده بعيد المشاهد تاني العشر لقطات في ورقه واحده اللي جايه. هي تحديدا لقطه لابو سنبل من اعلى لقطه مش هم للليل من اعلى. فقلت لا قعدت ما انا شفت الفيلم. قعدت اشوف الفيلم هو حطها ازاي. فقلت اكيد ده بيني وبين نفسي الشوط ده هو عمله جرافيك في المنطقه دي لانه صعب يصور مصر حاليا بعد 2000 سنه. الدنيا اتغيرت وفي سد عالي وفي بحيره اسوان وفي قرايل وحاجات الدنيا اختلفت. ايوه وانا بحسبها. يعني الراجل ده طب الراجل ده جه مصر تعب نفسه ليه؟ قلت لنفسي اكيد مش جاي عبس. الناس ما بيشتغلوش عبس يعني. يبقى هو خد ده عمل جرافيك للفيلم اللي عمله. الفيلم اللي شفته بقى اللي شفته اللي انا معترض عليه. انا مش ضد ان الناس تشوف الفيلم كلها خالص. بس انا اتصور ان يشوفوا الاول
مثقفين وناس، لان رجل الشارع ممكن ما عملتش كده. طب ما هو ده اللي قاله الاستاذ طلال عبد العزيز يا صديقي العزيز، قلت في سبعه يا صديقي العزيز. انا سبعه تبع صدقني انا الفيلم كله ضد مصر، انا هذا معناه، وانا لا يمكن اغلب باسم الحريه اكثر. هو بص يا استاذ عبد الله، عشان ضد مصر ممكن نقراها، كتاب ضد مصر نقراها، مش معناه ان احنا نأيده، بس استاذ عبد الستار احنا بالتاكيد حضرتك وانا والاستاذ طارق مفيش حد مع ان حد يهين مصر او يشوه مصر، كلنا متفقين على هذا اكيد. لكن لازم يعني وجهه نظر الاستاذ طارق ووجهه نظر المبدعين ان انت مش هتقدر تمنع شيء، فالافضل الافضل من وجهه نظرهم زي ما الاستاذ كمال عبد العزيز قال، حضرتك تقدر تجيب لجنه كبيره جدا جدا ومن المثقفين و ويبقى راي كانه ضمير مجتمع بيسمح بفيلم، مش ناقص الناس هتشوفه هتشوفه، واخد بال حضرتك؟ مش ده كده؟ وعلى فكره ده وارد كان يحصل الاسبوع اللي جاي، بس مش عايز اتكلم انا. طب خلاص استاذ عبد، ده كان وارد يحصل الاسبوع اللي جاي. انت نورتنا وشرفتنا، الله يخليك، وميرسي على يعني طولة بالك. لا وانه ما عندهاش قالك مش هقرب من المركب. لا لا ما طبعا طبعا أنا عجبني يعني البيان اللي طلعته. طبعا انا متضامن، انا البيان انت عارف في الوقت اللي انا فيه مسؤول، البيان كله اخطاء حطوا عليا كل حاجه، لاني انا بشتغل بضميري. استاذ عبد الستار احنا متاكدين غيره بيقفز من المركب، لا لا هو راجل شريف ومش عايز يقفز مركب، انا بحترم وجهه نظره ان هو ليس له اي علاقه لا بالبيان ولا حتى بالفيلم ولا كان موجود. شكرين يا استاذ طارق، نورتنا وشرفتنا يا استاذ طارق، شرفتنا، ونتمنى ان موجود في اللجنه اللي هتيجي الاسبوع الجاي تبقى ضيفنا هنا. ما اعتقدش ان الوزير هيوافق، لا لا لا، انا مش عايز بس الهوا اقول ده يعني. لا ان شاء الله يا استاذ طارق موجود معانا، هنشوف الفيلم ان شاء الله، اتمنى ان ابقى موجود، يبقى في ده السعاده ده شهور ان شاء الله. هنكمل الملف ده يا جماعه الاسبوع الجاي ان شاء الله. كل سنه حضرتك طيب يا استاذ طارق، كل سنه استاذ طارق حضرتك طيب، كل سنه وانت طيبين، سنه جميله يا رب، سنه 15 ما بقاش فيها اي مانع من اي نوع. فاصل والنجمه الكبيره الجميله شكلا وموضوعا وتاريخا ومقاما صفيه العمري، وانت حر، انا مش هسيب مكاني.